ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير كتير. عايزه اعرف اخباركم ايه، وطمنوني عليكم تحت في الكومنت. النهارده زي ما انتم شايفين هنحضر حاجه حلوه قوي ولذيذه وطعمها حلو، تنفع عيد ميلاد، تنفع كحاجة مثلا حد من الضيوف جايلك، حاجة سريعة، حلوة سريعة، تنفع ان انتي تاكليها انتي وولادك كده بعد الـ مش عارفة بعد الغداء ولا بعد العشاء، عشان انا من الناس بقى اللي هيقولك صحي ومش صحي يطلعوا برا الفيديو ده. دي عبارة عن تنفع مناسبات حلوة جدا، جاتو شاتو هتشرفك مع ضيوفك وكمان هتبقى حلوة قوي. ممكن كمان تعمليها لو انتي مثلا مش عايزة تاخدي حاجات من برا، ما عادش مضمون زي الاول، عايزة تاخدي حاجة نظيفة لواحدة صاحبتك، اعملي لها الجاتو شاتو ده وصدقيني هتنبهر بيها جدا جدا وطعمها روعة قوي. فيلا بينا نشوف مقادير الصينية دي حطيت فيها ايه. مكوناتها موجودة عندنا في كل بيت، هنشوفها مع بعض وهنقول ايه هي مكونات اللي احنا هنعمل بيها الجاتوشاتو بتاعنا. تمام، مكوناتها زي ما انتوا شايفين انا حطيتهم لكم كلهم مرة واحدة عشان ما توهكوش معايا في الفيديو. عندي 2 بيضة، من كل حاجة كوباية، كوباية لبن، كوباية كاكاو، كوباية سكر بودر، كوباية زيت، وكوباية دقيق. وكمان عندي للكيكة بتاعتي هحتاج كيس بيكنج باودر او محسن كيك، وكمان كيس من الفانيليا. كل اللي انا هعمله ان المكونات دي كلها هتتحط في الخلاط، بس ايه اللي هيتحط الاول، ايه قبل ايه، هنشوف مع بعض. مش عند عايزه اقول حاجه، مش عندك خلاط، مش عندك كبه، مش عندك اي جهاز، انت ممكن تعمليها بمضرب البيض العادي خالص خالص، بس هتحتاجي ان انت تقلبي فيه اطول فتره ممكنه. تمام، ومكوناتها بسيطه زي ما انتم شايفين. اللي احنا هنحط 4 مكونات بس في الكبه. اول حاجه هنحطهم في الكبه مع بعض، 4 مكونات بس. تمام، هنبدأ بالمكون الأولاني معانا، بس نفتح الكبة الأول. هنحط كوباية السكر وكمان كوباية الزيت، ننزل بكوباية الزيت زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وكمان هحط كاكاو. انا هنا مستخدمه كاكاو نيسكويك، لو انت عندك الكاكاو الخام عادي، لو بتحبي طعم نيسكويك هيبقى حلو جدا. وكوبايه اللبن كده، حطيت 4 مكونات بس، ما حطيتش البيض لسه. تمام، هنقفل الكبه بتاعتنا وهنسيبها 10 دقايق تضرب مع بعضها. ليه انا عملت كده وما عملتش البيض مع الزيت والسكر والكاكاو واللبن؟ لان انا هاخد نصف الخليط ده بتاعي وهحطه في التلاجة، تمام، عشان يبقى الصوص بتاع الجاتو من فوق، وبعدين هكمل طريقة الكيكة عادي خالص زي اي كيكة شوكولا عادية جدا. تمام، يعني انا كده كل اللي انا عملته ان انا قسمت المكونات لمكونات الصوص، وبعدين من بعد هضيف عليها مكونات الكيكة. يضرب بقى 10 دقايق ومش عارفة ايه والكلام ده، ضربي بقى. طبعا زي ما انا قلت مش عندك الكبة او العجان او الخلاط، فاستخدمي ايديكي وربنا يعينك بقى تعملي فيه كويس قوي. يعني احنا ما عندناش حاجة نقول لا انا مش عندي الكبة عشان اعمل مش عارفة ايه، انا مش عندي الخلاط، لا، اعملي كل حاجة بأقل الامكانيات متوفرة عندك. تمام، انا كده خلاص عندي اكتفيت بالضرب ده. هقسم الخليط بتاعي نصفين زي ما قلت لكم، بس انا هاخد شويه زياده يعني لان حبيت الصوص قوي. بصوا بقى، شوفوا قوام الصوص عامل ازاي، زي كانك عامله شوكولا اللي هي بتبقى اللي هي الايه اسمها ايه السخنه اللي بنشربها كده، او شوكولاته ساقعه يعني اللي بنشربها عادي. انا ممكن من الناس اللي اشرب ده كده،
تمام كده خلاص. باقي الخليط عادي بقى، هنبدأ واحدة واحدة نحط البيض. تمام، هكسر عليه البيضتين بتوعي واحط الفانيليا. بس بقى بعد ما اكسر البيض لازم اشغل كمان 10 دقايق بحيث انه يعمل لي فوم عشان الكيكة بتاعتي تعلى معايا. فاهمين ازاي؟ يعني البيض بعمل له فوم كده، بضربه قوي 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 شوية. طبعا خلي بالك ان احنا بنضرب كتير قبل الدقيق، بعد ما بنحط الدقيق ما بنحتاجش نضرب كتير. الفانيليا بتاعتي هنشغل تاني. شغلي بقى. معاكوا خطوة بخطوة. للي تاهوا مننا، حطينا في الأول كوباية زيت، كوباية سكر، كوباية كاكاو، كوباية لبن. دلوقتي أنا هحط الدقيق زي ما انتوا شايفين، وهحط معاه البيكنج باودر. وقع مني، مش مشكلة، هننضف بعدين. بعد ما تحطي الدقيق، ان انتي مش محتاجة تشغلي الخلاط بتاعك او الكبة بتاعتك او المضرب بتاعك زيادة عن 2 3 دقايق، مش اكتر من كده. خلي بالك من الخطوة دي. تمام، انا هنا شغلت 2 دقيقة وكنت شايلة، كنت حاسة ان الدقيق كتير فخدت منه معلقة كده، وبعدين رجعت ضفتها تاني زي ما انتوا شايفين كده. يبقى انا كده حطيت الكمية كلها بتاعت الدقيق، كوباية دقيق مليانة. تمام، وشغلت دقيقة وخلاص. دي طبعا القالب بتاعي مدهون زبدة او زيت وعليه كاكاو زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هبدأ افضي بقى الكيكة بتاعتي فيه. وطبعا عارفين طريقة تسوية الكيكة، درجة الحرارة بتاعتها من 75 ل 180، بتكون درجة حرارة متوسطة للناس اللي ما عندهاش ارقام على الفرن بتاعها. هنفضيها وهندخلها الفرن، تقعد معانا من حوالي نص ساعة لساعة الا ربع على نار متوسطة. تمام، نيجي بقى للخطوة اللي هي دي. طبعا ما تنسوش تحطوا في الوقت ده، تحطوا الصوص اللي احنا خدنا نصه من الصوص بتاعنا، هنحطه في التلاجة على ما الكيكة بتاعتي تطلع من الفرن. تمام، كده الكيكة بتاعتنا طلعت من الفرن وبردت شوية. انا قلبتها، خليت اللي تحت فوق واللي فوق تحت عشان ابدأ احط الصوص بالشكل ده. ان انا بحب الكيكة تبقى متشربة، لو انتي حابة تحطي الصوص عليها من فوق مفيش مشاكل، انا بحب احط على الجزء اللي تحت لان ده بيدخل الصوص ليها جوه قلب الكيكة ذات نفسها. فاهمين ازاي؟ شفتوا بدأ يشربها. انا بقى بحب كده، يعني من الناس تقولك ما بحبش الطبقة تبقى فوق، بحب اكل الكيكة كلها تحس كده. هبدأ بقى احط الصوص بتاعي كله. تمام، بالشكل ده. هتقولوا الصوص شوية؟ لا، الصوص كده كويس. انا هجيب معلقة صغيرة واحاول الجناب دي اطلعها لفوق شوية بحيث ما يبقاش تحت بس زي ما انتم شايفين. طريقة التزويق بقى، ممكن انت كمان تعملي كريم شانتيه وتحطي عليها طبقة من فوق لو حابة، او تعملي زي ما انا هعمل كده بالظبط. انا كده خلاص هي شربت الصوص بتاعي. هجيب جوز الهند بقى بعدين، ومكسرات اللي عندك بتبقى حلوة قوي بجوز الهند والمكسرات. مستخدمة حاجات تكون موجودة عندكم في مصر او في اي دولة عربية عشان ما جيبش حاجة وتقولوا لا ايه ده. بس هنبدأ نعمل اكلات ايطالية، خلي بالكم. تمام، عشان اعرفكم برضو شوية من الثقافة الايطالية، وفيها كلها حاجات سهلة والله. فتمام، بصوا انا بعمل بالمعلقة كده عشان الصوص كله يتشرب وينزل تحت او ويجي في الجناب. تمام كده، هجيب بقى عندي شوكولاتة مبشورة. تمام، وهحطها في الجزء اللي فوق دون بالشكل اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي. شوكولاتة مبشورة بقى عليها من فوق كريم شانتيه براحتك انتي، دي اذواق. يعني اللي انا هعمله في التزويق دون
دي حرية شخصية. انا كان عندي شوكولاتة كده بشرتها تمام، ورحت جاية حطها عليها في النص اللي فوق، وهجيب جوز الهند وهزوقها بطريقتي. انتي بقى حابة تحطي كريم شانتيه، حابة تعمليها زي نظام تورتة، قلتلك انا بعملك الوصفة وانتي دي الخطوة والتزويق والحاجات دي ابداعاتك انتي تمام، وانتي اللي هتاكليها مش انا. انا بس وريتك انا عملت ايه. طبعا بقى هجيب جوز الهند واحط حواليها كده على شكل مربع عشان التورتة بتاعتي مربعة تمام، وهزوقها بالمكسرات كمان، واحط عليها زي اعمل زي شكل وردة بالسوداني. مش اكتر من كده، حاجة سهلة وبسيطة، وكل الادوات دي ان شاء الله موجودة عندكم في البيت وهتعجبكم. ولو عجبتكم وصفة النهاردة ياريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. وطمنوني عليكم تحت في الكومنتات وقولولي القناة بتاعتي كويسة ولا ايه نظام، وعرفوني كل جديد عن حياتكم اول باول في الكومنتات، بحب اشارككم كل جديد. واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. باي باي.